أصدقاء سبيستون، اضغطوا على زر الاشتراك وفعلوا جرس التنبيهات لتبدأ رحلتنا مع بيورن وباكي. نمشي نلعب نتسلى في البراري، عندما تمطر نقرأ أو نغني. كل يوم نكتشف أغراب الأشياء. بيورن وباكي دائما أفضل الأصدقاء. نحن بيورن وباكي. صورة لبيورن. انظري إلى هذه فراني، ما رأيك؟ يا ويلي، إنها جميلة. هذا أنا في الشمال، إنها صورتي المفضلة. مرحبا، صباح الخير بيورن. اسمع، تشيكي يحتاجك لأمر ما. حسنا، سأعود بعد دقيقة. انظري إلى هذا، إنه جهازي. ادهن منزلك. لنذهب بيت بيورن كمفاجأة له. ألوان رائعة من الحائط إلى الحائط. انتظر، بيورن سيعود خلال دقيقة. في الحقيقة وافقت شيكي على أن يلهي بيورن لدقيقة. حسناً، نصب بعض الطلاء في هذه الأكواب ثم نضغط. ثم أنتظر حتى يصبح كيس الطلاء ممتلئاً، ثم أسحب خارج الجهاز الإلكتروني الفائق التطور و... لا، إنها تغطية رائعة. باكي، انظر إلى منزل بيورن. لا حاجة للقلق، ولكن علينا أن نسرع ونعيد تنظيف الجدران بكل الأدوات. بيورن تلك. تلك؟ أظنها تشبهه قليلاً. لكن تلك الصورة هي المفضلة لدي وقد خربناها. سوف نصلحها بحيث لا يعرف أبداً أن ذلك قد حدث. هيا باكي، أين ذهبت الصورة؟ لقد اختفت. ليست مشكلة، لأنني سوف أصلحها الآن، ولن يعرف بيورن أبداً ما حدث. سنعيد رسمها، هذا ما سنفعله. باكي، لم أكن أعرف أنك رسام. ورسام ماهر، سأصنع صورة جديدة تماماً مثل تلك. أولاً سنبدأ بالأساسيات، أن ننظم كاملة: التصميم، التركيب، القوى، التوازن، الضوء، التناغم، وكلمات أخرى براقة كالمنظور وغيرها. بعض الإضافات هنا: شجرة سعيدة، وها هي. ليست سيئة، صحيح؟ حسناً، ليست صحيحة تماماً. الجميع يريد الانتقاد، لما لا ترسمينها بنفسك؟ أنت حرة. لما لا نعتذر من بيورن ونقول أننا خربناها؟ مهلاً، توقفي. أتريدين أن يغضب بيورن منا؟ أتريدين ذلك؟ أن يغضب جداً ويعود إلى الشمال ويعيش هناك وحيداً في قرية غريبة وبدون أصدقاء؟ أنا محبط جداً بدون صورتي المفضلة. باكي، لا يمكننا أن ندع بيورن يعرف الحقيقة. نعم فراني، هذا صحيح. إذن لديك بعض الرسم لتقومي به. لكنني لا أجيد الرسم. إذن يا فراني، هذا هو يومك، فأنا أستاذ فنون رائع. لا أذكر كيف كان من المفترض أن تبدو مكونات الصورة. هكذا فقط، والآن أرسمي. هل أبدأ بقدمك مثلاً؟ لا، أظن أن عليك البدء بالرأس العجوز. ماذا أرسم تالياً؟ الآن أرسم البقية فقط، وأسرعي، لقد تعبت من الوقوف. فراني، إنها رائعة، تماماً ما نسعى إليه. لقد عدت أخيراً. ها، إيجاد تشيكي كان أمراً صعباً. ما هذا؟ هيا بيورن، إنها صورتك المفضلة من بين جميع الصور. لكن هل يمكنك إخباري لما هي لك الآن؟
أنت محق، ولكن بإمكاننا إصلاحها. قف تماماً هكذا. فراني، ابدأي بالفن. هيا. انظر، إنها حتى أجمل من السابقة. فراني، يجب أن ترسمي نفسك أنت وتشيكي بداخلها. ما ذلك الشيء هناك؟ بيورن، لا تضغط ذلك الزر. بيورن، يمكننا أن نصلح هذا بحيث لا تعرف أبداً أنه حدث. أصدقاء سبيستون، نتمنى أن تكون مغامرتنا لهذا اليوم قد أعجبتكم. اضغطوا زر الاشتراك لتشاهدوا حلقات بيورن وباكي الجديدة.